ازيكم، اخباركم ايه؟ برحب بكل اللي بيشوفوني. النهارده هنعمل معاكم قرص طريه جميله جدا وبتطلع كميه حلوه قوي قوي من 6 كوبايات دقيق بس. هطلع لكم حوالي 44 قرصه او 43 قرصه. حجمهم حلو جدا وطعمهم لذيذ قوي. حجم الكوبايه دي لو انت عايزه بحجم المج يعني هيبقى حوالي 7 كوبايات او 8 كوبايات. المهم دلوقتي انت المقادير اللي عندنا ايه؟ 6 كوبايات دقيق ومعلقه زبده على زيت، 2 كوباية لبن كامل الدسم، ومعلقتين كبار قشطه، وربع كوبايه سكر، معلقه كبيره سمسم، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه كبيره خميره، ومعلقه صغيره ملح. وتعالوا نشوفوا، تعالوا نشوفوا معايا هنعمل ايه. اول حاجه طبعا هنعملها الخميره. هنجيب بقى بوله ونحط فيها السكر، نحط اللبن والسكر وندوبهم. الحليب ده طبعا كامل الدسم علشان يبقى بيطلع القرص الفلاحي كده طعمها حلو قوي. ما ينفعش طبعا تعملي بحليب ما فيهوش دسم او عادي. هتحطي بقى دلوقتي السكر، والسكر ده اختياري. لو عايزه تضيفي 1 كوباية سكر او 1.25 كوباية مفيش مشكله خالص، برضو بيدي لها طعم حلو قوي. بعد كده طبعا هنقلبهم مع بعض وهنحط عليهم معلقه كبيره الخميره. والحليب لازم يكون دافي علشان الخميره بتاعتنا تشتغل بسرعه، ولما اجي احط الحاجات دي في الدقيق يخمر بسرعه وتبقى حلو. ده بقى كيس فانيليا برضو بيدي طعم حلو قوي. هقلبهم بقى كده كويس مع بعض علشان السكر يدوب في اللبن. وطبعا هسيبهم حوالي 1/4 ساعة كده او 10 دقايق في مكان دافي. ده بيبقى شكلهم بيبقى سميك شويه كده وفي فقاقيع من فوق. طبعا انا هكون مغطياهم. بعد كده طبعا هجيب بول عندي علشان احط فيها الدقيق واحط عليه بقيه المقادير الجافه. بالظبط كده هحطهم بقى في البوله، وبعد كده هنزل عليهم بقى بالحاجات الجافه اللي هي ايه ديت. معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه كبيره سمسم. طبعا السمسم ده ممكن تزودي براحتك، حطي 2 3 معلقة براحتك، بتدي طعم حلو قوي للقرص. قلبيها بقى كده كويس مع بعض عشان يختلطوا، وبعد كده هنبدا نشوف الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. هنجيب بقى الخميره اللي عندنا اللي هي ارتفعت، وهنحط فيها 1 كوباية الزبده على السمنه، الزبده على الزيت. على فكره لو عايزين تستعملوا 1 كوباية سمنه بس براحتك خالص، بس المهم ان يكون الزبده بلدي او السمنه بلدي، وما ينفعش خالص تعملها بزيت لوحدها. دي 1/2 كوباية زبده عليها 1/2 كوباية زيت يعني على بعضهم كده. وبعد كده القشطه اللي عندك برده ممكن تكتريها براحتك، دول حوالي 2 كبار او 1/4 كوباية يعني قشطه، اللي هي وش اللبن اللي انت بتشيليها من ايه، من وش اللبن لما بتغلي. هي دي القشطه بقى الدسمه، بتدي طعم حلو قوي وطراوه جامده للعجينه. الخليط ده كله هنزل بيه على الدقيق وهعجنه كويس قوي قوي. وطبعا بعد ما بنزل بقى بالحاجات دي بحاول ايه ادخلها كده جوه الدقيق، وانتوا عارفين ان انا بحب اعجن بايدي كده كويس. طبعا هحط بقى الكميه كلها، هي كده مظبوطه بالظبط. 6 كوبايات دقيق بياخدوا 2 كوباية اللبن وكوبايه زبده على زيت. هعجنهم بقى قد ايه؟ هياخدوا حوالي عجن يعني 1/2 ساعة كده متواصل او 1/4 ساعة متواصل بالظبط علشان تطلع حلوه قوي. طبعا هغطيها وهسيبها ساعه في مكان دافي، ده هيبقى شكلها. وهجيب بقى صاج مش بدون اي حاجه خالص، وهبدا اقورها كده زي ما انتوا عارفين شكل القرص العاديه التقليديه خالص اللي هي بتبقى كور كده. بس الارتفاع ده بقى انت حره فيه، يعني مثلا الارتفاع في ناس بتحبه مرتفع، من ناس بتحبها مرتفعه قوي، وناس بتحبها مش مرتفعه، والمفروض ان هي زي ما تحبي اعمليها. بس طبعا انا بحب اضغط عليها كده بايدي علشان ما تبقاش منفوخه كده جامد ويبقى فيها من جوه كده ايه حاجات بيضه كتير. انا بحبها كده يعني بتبقى طعمها احلى بكتير. بضغط بقى عليها كده بايدي واسويها، وبسيب طبعا مسافات بين كل واحده والتانية. عملت من الكميه دي صاجين وصاج صغير خالص، كل صاج فيه 20 قرصة الحجم اللي انت شايفاه ده، ونزلت منهم شويه ضغطت عليهم كده بالسمسم علشان يبقى فيها سمسم، وتبقى قرص بالسمسم بتدي طعم حلو قوي. وفي قرص طبعا ساده علشان اللي مش بياكل السمسم. هسيبهم طبعا تاني كمان حوالي 1/4 ساعة قبل ما ادخلهم الفرن، بيكون سخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وهتابعها بعد 1/4 ساعة هبص عليها. طبعا تديري الصاج علشان تاخدي بالك من انها تحمر من كل الجوانب،
وده شكلها كده ما شاء الله بتطلع كمية بسم الله ما شاء الله وفيرة وحلوة جدا واقتصادية. طريقة الحفظ بتاعتها طبعا انت مش بتسيبيها بره التلاجة، طبعا انت بتحطيها في اكياس وبتقفلها كويس او بتحطها في الفريزر، تخلي منها على قد ما هتاكلي بس. بصوا الطريقة بقى جميلة ازاي، حلوة جدا. قبل بقى ما تاكلي، قبل ما تبدأي بقى تستعمليها، بتطلعها من الفريزر شوية بره، بتسيبها حوالي طبعا في الجو حر جدا حوالي ربع ساعة نص ساعة، بتلاقيها فكت وما بتسخنهاش بقى تاني لا في فرن ولا في ميكرويف ولا في اي حاجة خالص، هي مش محتاجة. بصوا بقى هي نسبة الدهون فيها خفيف يعني قليلة، مش مسمنة كده ولا تقيلة، مهما كلتي منها مش هتتعبك ولا تحسي ان هي كده نسبة دهون عالية ولا اي حاجة خالص، هتعجب ولادك. وريحتها بقى مالية الدنيا وحلوة قوي، بتتاكل بقى مع جبنة، بتتاكل مع شاي باللبن، مع عسل، حلوة جدا. كمان القرص دي لو حابة تحشيها عجوة او حابة تحشيها جبنة ومفيش اي مشكلة خالص، ممكن تبقى محشية، المهم ان هي في الاخر طعمها حلو قوي. ان شاء الله تجربيها وتعجبك. باي باي.